في استمرار لسياسة الإقصاء والتعدي على المذاهب الدينية في إيران، يواصل نظام الولي الفقيه انتهاكه لحقوق الأقليات وأتباع المذاهب والأديان الأخرى بصورة بشعة. وفي موقف شاهد على مدى طائفية النظام، فقد منع المصلون المنتمون للطائفة السنية من أداء صلاة عيد الفطر المبارك في العاصمة طهران. ويأتي ذلك استمرارا للنهج الطائفي والإقصائي الذي اتبعه النظام في إيران في منع أبناء هذه الطائفة التي يبلغ عددها أكثر من 17 مليون نسمة من بناء المساجد في العاصمة الإيرانية، وهو ما أجبرهم على النزوح والتزاحم في بيوت صغيرة لأداء صلاة العيد دون مراعاة من مسؤولي النظام لحرمة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ضاربين عرض الحائط مبادئ التعايش والتفاهم السلمي بين الأطياف والأديان والمذاهب، على عكس ما يروج له النظام الذي يدعي احترام حقوق الأقليات والمذاهب والأعراق.